كتاب في سير الصحابة، كتاب في سير الصحابة، لا أعلم كتابا في سير الصحابة كاملا إلا كتب الشيخ اللهم صل على محمد علي الصلابي، الشيخ علي الصلابي في هذا الباب له كتب طيبة واسعة، لكن تحتاج إلى تحقيق الأحاديث الواردة فيها، لكن في الجملة هي طيبة. ليس الصحابة عموما، إنما بعض الصحابة، أبو بكر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان، علي، الحسن والحسين، يعني عدد من الكتب.